السلام عليكم، ياكم حسين الانجل. اليوم حبيت اشوفكم الحمام الملكي. الحمام الملكي طبعا فيه هواية انواع وصفات واشكال. حمام الملكي من احلى الطيور اللي انا يعني ارغبها هو يا كريم. هواية من الحمام لان صوته كلش حلو داخل المحميات، خاصة لو كانت محميات يعني مهدودة أو بخانات، يعني فالصوت كلش رائع بالنسبة للفحل إذا كان يجي يخلع. بالنسبة للحمام الملكي يجي بيه مراتب، المرتبة الأولى اللي هو اللون الأبيض، المرتبة الثانية اللي هو المشجر، المرتبة الثالثة اللي هو اللون العسلي، وبعدين يجي اللي هو الشكري اللي هسه موجودة هاي عندي الأماية وهاي بتها وفحلها موجود واقف هسه لا يقدر ينزل يشرفنا حتى أشوفكم إياه. طبعا من طيور منتجة، طبعا هاي بت هاي هسه اللي طارت بت هاي الطيارة الفاتحة، وهذا فحلها إجا قبالها أبو تشفن كلش ضخم واللون حلو. طبعا بينها ما طار وفحل اللي هي هذا الطيارة مالتها سمرة، وذاك الفحل الفاتح يكون على بياض. هاي اذا اسوي بيه فد ان شاء الله ضربات راح تطلع. طبعا هواي اكو من الحمام يجي اذا تفتح الجنح ماله يجي بيه حمار، واكو ما يجي بيه حمار. الافضل انه يكون بيه حمار، شكله يكون احلى بعد بالحمار مالته. بالنسبه للطائر الملكي، الحمام الملكي يعني انا افضله بالمساحات، يعني لا تحصره بخانه كلها صغيره. إذا كانت محمية خارجية مفتوحة الطير راح يرتاح ويتونس أكثر وأكثر. يعني ما شاء الله هسه هاي الطيارة اللي عندي اللي هي أماية طبعا موجودة بيتها، الحمد لله والشكر لون مميز، إن شاء الله أطلع من عندها أشكال حلوة. طبعا بيتها كلش حلوة بعدها مدة الصفي، إن شاء الله عن قريب الصف وتطلع لي. أنا شاك بيها نثية ما أعرف، يعني ما شاك بيها فحل، إن شاء الله تطلع لي نثية أو فحل ما عندي مشكلة، لأن هي طلعت فد شيء كلش حلوة. طبعاً مثل ما تشوفون هاي أمها يعني كلش عزها وحلوة وتخبل، أمايا كلش حلوة حنينة، شكل كلش رائع، إن شاء الله راح يعطيني شيء أريده اللي هو اللون الأبيض أما المشجر. يعني مثل ما تعرفون أسعار كلش غالية بالنسبة للألوان اللي قلت لكم بيها، العسلي، الابيض، المشجر، يعني الوان مرغوبه بالسوق مو طبيعي. بالنسبه لهذا مثلا هاي الطياره السمراء كلش رخيصه، بس هاي تقدر تطلع منها هوايه شغلات حلوه لبال كل مربي يحبها. بالنسبه للحمام الملكي على شغله الاكل ماله، انا افضل اكل الكناري، انا افضل له اكل الكناري، ويعني من ضمن الكتان تقدر تخلي وياه تخبط له دخن ماكو اي مشكله، يعني هواي حبيبات تقدر ياكلها، بس افضل اكل الكناري الخاص البلجيكي، يعني هذا كلش يساعدك ويعطي شيء قوه وشيء مرتب، الطير يترتب يعني كلش يترتب من خلال هذا الاكل مالته. يعني انا افضله بالنسبه لهذا الاكل. بالنسبة هاي الفحل إن شاء الله يعني ما طول تشوف الماله يكون هيجي عريض ويكون هيجي طوخ، هذا راح يعطي الشيء كلش حلو. يعني هو مثل ما تشوف هاي البتة الصغيرة، طبعا أنا أشوفها نثية مو فحل، بس الترقيطة مالتها والضربة مالتها والتجيرة مالتها تختلف عن أمها وعن أبوها. إن شاء الله الحلقة الثاني والثالث ان شاء الله راح يعطيني شيء، وانا هم ان شاء الله راح اوصلكم بكل شيء راح يصير عن الحمام الملكي ان شاء الله عن قريب. اي شيء راح يصير شيء عندي جديد، هسه حاليا اني حتى عشوشه ومخليله لان شويه بعد اريده يتحفز اكثر حتى يعطيني، هي انطتني بس بيضه واحده وفرخ واحد، فما حبيت هذا الشيء اني الا ما تعطيني فرخين ومرتبات وشيء ببالي يلا اقدر، فان شاء الله راح اخليهن عشوشه حتى ينتجن بصوره صحيحه، لان الغذاء بدي اتغير به، لان تنطيهن هو شغلات بالنسبه للبروتينات، بالنسبه للمقويات، حتى نقدر نطلع من انتاج كلش حلو، واهم شيء الشغلات الطفره الحلوه، مثل هسه هاي بتهن
الحمد لله بيها نوع من الطفرة بسيطة، كلش بسيطة، بس أنا منتظر التصفية مالتها نهائيا إذا تقدر راح توصل لأمها، أو ما تطلع أرقى من أمها إن شاء الله، لأن أنا معتمد على الأمهاي أكثر من معتمد على الفحل. الفحل معتمد على الجفن الكبير اللي عنده، بس اللون عنده. تحياتي وياكم حسين أنجل، مع السلامة.